أنا هدفي وحلمي أنه يكون هالمهرجان صحيح عم ينعمل ببيروت بس ينعمل بكل العواصم العربية بنفس الوقت وعلى هاشتاج واحد يكون كل البلاد العربية عم تحكي عن الاستعمال الصحيح وكل واحد ببلده والأورد بتكافئ أولاد البلد يعني وقت نكون ببيروت نكافئ الشباب ببيروت أو الصبايا اللي عم يستعملوا السوشيال ميديا بالطريقة المضبوطة وابن الإمارات بيتكافئ بالإمارات وكله بنفس الوقت هذا الحلم الكبير يلي نحن عم نسعى له.